السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم يا شباب في فيديو النهاردة اللي احنا بنعرض لحضراتكم فيه الفايز بهدية القناة الأسبوعية. زي ما انتم شايفين ده الجزء العصافير اللي احنا قلنا اللي هيفوز بيه في تقرير السوق، اللي هياخده اللي فاز الأسبوع ده بالسحب طبعا هياخد الجزء ده ومعاه مجموعة فيتامينات عبارة عن ألف دال تلاتة ه وه سيلينيوم وأملاح معدنية عبوات 50 ملي. طبعا كل ده مستورد طبعا، بس عايز اقول لكم برضو قبل ما نشوف مين اللي كسب معانا واوريكم السحب اللي احنا بنعمله، عايز اقول لحضراتكم ان الاسبوع الجاي ان شاء الله طبعا انتوا هتستنوني في تقرير بكره اللي بنجيب لكم فيه اسعار العصافير، وان شاء الله برضو هيبقى معانا هديه برضو الاسبوع ده، بس بعد كده ان شاء الله هنبقى نعلن عن الفائز في تقرير السوق اللي بعده، يعني هنعلن عن الفايز بهدية الأسبوع في تقرير الأسبوع اللي بعده إن شاء الله. حبيت أعرفكم بس عشان إيه الناس ما تستنانيش على الفاضي، ويلا بينا نتنقل للسحب عشان تعرفوا مين اللي فاز معنا بهدية القناة. وكده يا جماعة يكون اللي فاز بهديتنا الأسبوع ده حساب باسم ندى عبده، هنتواصل معاها ونوصل لها الهدية إن شاء الله، وأتمنى الفوز للجميع في الأسابيع الجاية إن شاء الله، وشكرا ليكم وأشوفكم على خير الفيديو الجاي إن شاء الله.